الطاولة المستديرة للتسامح والديمقراطية تأسست في ربيع عام 2010، تنظم وتدعم الأحداث التي تتصدى لميول كراهية الأجانب وميول التطرف اليميني. بينما نحن في العموم ضد أي شكل من أشكال التطرف والعنف، فإن المشكلة التي نواجهها هنا بالتحديد هي التطرف اليميني، وقد جمعنا ذلك ويظل يجمعنا مرة كل 3 أشهر إلى هذه الجلسة العامة. كان هناك 32 شخصا هذا اليوم، وهو أمر لا يصدق، وهم دائما ما يعودون لمناقشة ما نريد القيام به. من يجلس على الطاولة المستديرة؟ حوالي 40 منظمة من نوي مونستر، المنظمات السياسية أي الأحزاب الموجودة في المجلس، وكنائس كلا الطائفتين الدينيتين، ومساجد وأندية رياضية. ينضم إليها كذلك ممثلو المدارس، كما أن التحالف ضد اليمين هو أيضا جزء من الطاولة. تنوع كبير لا يمكن تخيله على نطاق أوسع. ما أهمية الطاولة المستديرة بالنسبة لنوي مونستر؟ تكمن أهميتها في اجتماع العديد من المجموعات والنوادي والجمعيات والأحزاب، وكذلك الكنائس والعقائد المختلفة، وعملها معا ضد أنشطة اليمين المتطرف، وعلى تخطيط الإجراءات المناسبة للتصدي لها. تحتاج المدينة إلى أساس متين، هي ليست مجرد البقعة الكبيرة وعالم الأعمال، بل هي كذلك قناعة. بالنسبة لنا من المهم احترام وتطبيق القوانين الأساسية، كما أنه من المهم أن نتعامل مع بعضنا البعض بشكل ديمقراطي، وذلك لحفظ السلام، فهو أمر في غاية الأهمية. لدينا هنا فرصة جيدة لتقديم ما نقوم به ونقره أثناء الاجتماعات عن طريق السياسة المحلية للمجلس. ماذا يميز الطاولة المستديرة؟ يميزها الانفتاح والنطاق الواسع، حيث ينضم إليها ممثلون بداية من ممثلي حزب اليسار إلى ممثلي الكنيسة الكاثوليكية وكذلك المساجد. اتساع هذا النطاق هو ما يقوي عزيمتنا ويشكل أساسا رئيسيا بالنسبة لنا.